هذا جاءنا البيان الثاني. أسباب شخصية بقى ده منظر ينفع يبقى واجهة القناة. بص خلقتي وحافظها حافظها. طبيعي يلا ولا بنسأل الشاب اللي مقدم في وزارة المذيع وبنقول له مش شايف ان انت ما تنفعش ابدا تكون مذيع. انت شفتيني ربنا كرمني وبدل وكرافتات ابتديت اصرف الغلة قفش في قلبك والحقد بدأ القرف مليت البلد. ايوه مراسل اللي بيسافروا الوليد العمري من باريس ابراهيم السيد من اول فيصل يا ريت. انت جاي لي هنا عشان عايز مني انا واسطه؟ وقد تفضل جلالته ووافق على المطلبين. Why did you come here? I coming here because بنتي عليها جوست ركبها جوست. ابوك قال لامك ايه؟ قال لها فوزيه امريكا بتستهبل. وامك قالت لابوك ايه؟ قالت له خلينا في موضوعنا يا عادل وهتاكل مكرونه ولا بتنجان؟ ابدا مخه يا اهبل اهبل ومحتاج علاج يا ابوك. والنعم اهبل اهبل. الزغروطه في كل بيت والفرحه بسبب باور فاميلي. ستوب تعالي بقى تعالي بقى. معانا البت معانا البت. ايه المواعيد دي؟ اهو وراحت امك وراحت امك وراحت امك. انت فين؟ انت كان في عصابه بتجري ورانا. كان معكم نادر سيف الدين من ماسورة 460 مجال وعفة الشربيني. المراسل بتاعنا اللي هناك جت عليه قذيفة ومات وأنا حديلك الفرصة دي. خبر جنون البقر وعبط الخرفان وهبل النسوان وهروب الجديان. أعزائي المشاهدين تسمعونا معي صوت القذائف يقترب في كل مكان يقترب إنه يقترب علينا. ماذا سنقول لأطفالنا في المستقبل؟ يا سباحين! فلازم تفهم إن أنا أحسن صحفي ممكن يعمل ده، ولو عايز أعمل ده كنت عملته من زمان. حضرتك كنت عايز تعمله فعلا بس هددوه. هو في خرشوه أكتر من اللي إحنا فيه؟ إشمعنى يعني هم عايشين آخر هلمة وكل بدلة فيهم ماشية وبدلها حرمة. باي باي يا قطه.